عشان راح بعد ما البس فستان في الساعه الاولى بصور نفس الفلوج. صورت كتير، ببعت لي الصور وخلاص. على فكرة لسه دوري ما جاش في التصوير، يعني كل ده هي بتصور وبعد كده كل ده واتشادي هو بيصور، بعد كده هبدأ أنا تصوير وكده. وأهم حاجة بصوا الحفرة دي، شايفين الحفرة؟ شايفين الحفرة عاملة إزاي؟ يعني تمشي تقع على طول. وده بقى شوية طرق تصوير وحاجات كده، وطبعا الجو هيمشي هيشتي شوية وهتشتي بقى، وهنضطر ان احنا نمشي. سرقة البتاع بتاع اختها. والله بجد. انت بتصور قفايا ولا ايه؟ خلي بالك الميه عشان انت ما تقعش. الشاي اهو يا جماعه مع البوابه. الشاي ده شيبشب يا جماعه. انا بره جايبه جلابيه قديمه مستغنيه عن امها ليه. اهو يا جماعه ده السيشن اللي احنا هنصوره. نصور بسرعه، الشاشه اتبلت، الدنيا بتشتي. في ثلاث نقط على الشاشه اهو، وهي متعمقه في الدور قوي. هي متعمقة في الدور. فعلا كوباية كده قاعدين كده تشربوا. شايفين يا جدعان كده تصور ازاي تصور سيشنات. يلا بينا نطلع عشان نمسح الايلاينر عشان مفيش بابا بايلاينر. بص يا جماعة بص جاني حابب تفتح. بص يا جماعة بص جاني حابب تفتح معانا. ولا بتشرب شاي؟ ما رضيتش تديني بق يا جماعه. ايه والله اهو اهو يا جماعه، بصوا احنا والله ما رضيتش جنبه اساسا، انا مش عايز.